السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد 12 تخطي حساب جوجل بأداة مجانية آخر تحديث لحماية يو 8. قريت في البداية إذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. أول شيء زي ما أنتم شايفين الجهاز لما جينا نعمل شكب ما بيرضى يتخطى الشبكة إلا نشبك الشبكة، يعني الجهاز مسكر جيميل. حطيت لك رابط تحميل الأداة موجود بالوصف، أداة جديدة وجميلة جدا. حلو في هاي الأداة متصلة بسيرفر بتعطي ملف للجهاز عشان يشبك، خصوصا للأجهزة اللي ما بتشتغل فيها. يعني حتى لو حطيت نجمة مربع صفر نجمة مربع وفتحت الواجهة ما بتقبل تاخد ADB. تمام. وفي هون برضو لريموف الكي جي، يعني الأداة مختصة بالسامسونج بجميع الإضافات. حطيت لك رابط تحميل الأداة بالوصف. أول شيء لو جينا نعمل Enable ADB نختار 2023 راح يطلب منا، راح يحكي لك انه الجهاز متصل بالواي فاي. اذا حكينا له لا بتوقف الاداء خلص، راح ما تعمل ولا اي شيء. بدك ترجع بس كمان مره ولازم تشبك الجهاز واي فاي. ليش؟ عشان المعلومه اللي حكيت لكم اياها انه لازم الجهاز يتصل بالانترنت عشان يقدروا يعطوه من السيرفر الملف اللازم عشان عملية الفتح. أول شيء نقوم بشبك الجهاز. بالإنترنت. أكيد جربته بالـ 12 وبصراحة أنا لفيت على فيديوهات اليوتيوب فيديو. شوف لكم طريقة يعني تكون مجانية. الجهاز اتصل كونكتد، ارجع باك بعدين بروح امرجنسي كول اضغط على نجمة مربع صفر نجمة مربع. اكيد كلكم حاولتوا، حتى انا جربت على انلوك تولز وبرضو عن طريق الاذن وما نفع، يعني برضو اعطاني خطأ. الان نعطيه يس انه انا شبكته واي فاي وهي جاهز على نجمة مربع صفر ستة مربع. هون بحكي لك انه جهز نجمة مربع، جهزتها، اضغط اوكي. بنلاحظ هون اداة عد مباشرة شبكت زي ما انتم شايفين، اعطت الملف مباشرة. اضغط اوكي الاو، برضو اوكي الاو، واترك الاداة تكمل شغل. طبعا بالادوات العاديه جربت ما زبط ولا علي اي اداه، فهاي الاداه الوحيده اللي نجحت مع العمليه بشكل كامل. نرجع هيك بعدين نعطيه الان بعد ما خلص FRB REST FRB ADB اضغط عليها. الجهاز زي ما انتم شايفين اعطانا معلومات الجهاز. زي ما انتم شايفين اندرويد 13 حماية يو 8، يعني اخر حماية موجودة اندرويد 13. ننتظر الجهاز نشوفه لا اشتغل. نجم مربع صفر نجم مربع شغالة، بتيجي بتعطيها من الأدوات ما بيرضى يفعل الـ ADB، ما بيقرأه نهائيا. زي ما انتم شايفين اعطانا هون، اضغط اوكي. هون بنعطيه اجري. قرأ الخط، قرأ كل شيء. اشتغل. بشكل
وشفته اشتغل بشكل كامل. بضل عليك خطوة، يعني أنا بفضل دائما أعملها بعد ما أخلص، بعمل برجع خط مصنع للتليفون أفضل إلك وأفضل للعميل، يعني عشان أخطاء بتعرفوا لما نعمل السوفت وير والأشياء اللي زي هيك، يعني الأفضل إنه أنت تكون بعد ما تعمل ريستور للجهاز بضل أفضل للجهاز. كثير سألوني سؤال إنه إذا بتعمل ريستارت للجهاز، ريستور يعني بتعمله ضبط مصنع بعد ما تفتحه آي كلاود، آسف جيميل، برجع بسكر؟ الجواب لا نهائيا. إذا فتح معك جوجل، فتح كامل قائمة، خلص انسى موضوع إنه يرجع يسكر، يعني أنت بتفتحه مرة واحدة. فأنا تعمدت أعمل ضبط المصنع الآن عشان تشوف هاي الشغلة بعينك، إنه هلا بدي أعمل الإعدادات وأكمل عادي، خلاص فتح معي التليفون، قرأ القائمة كاملة وفتح معي منيو. مدام فتح معك منيو بشكل طبيعي، معناته بتعمل ريستور للجهاز، تعمله ضبط مصنع وبرجع التليفون بيفتح معك، وما بطلب منك أي لا جيميل ولا أي شيء، بيفتح معك طبيعي وبشكل كامل. إذا كنت لسه مش عامل لايك، يا ريت إنك تعمل لايك. هاي الأداة جميلة يا جماعة، واللايك كثير جميل. دعمونا باللايك يا جماعة، اللايك بيساعدني في الفيديو إنه ينتشر. إن شاء الله هيك. أي أنا بعطي الأولوية دائما للأداة المجانية، يعني بحاول إنه كونه في كثير مبتدئين بالسوفت وير، فنيين جداد، ناس حابة تفتح جهازها صار عندها مشكلة، يعني هيك الفكرة من الموضوع. يعني مع العلم انه في ادوات يعني تعطيني اشتراك مجاني عشان اعمل على الاداة، وانا ما بعمل عليها، ما بقبل. يعني ممكن اعمل كم من فيديو بس، اما الاولوية للادوات المجانية بالشغل. انتظر الجهاز، طبعا الجهاز لما نعمل له دائما ضبط مصنع السامسونج بده شهر ليشتغل، اكيد كلياتكم عارفين. يعني احنا فتحناه بثلاث اربع دقائق، ولكن عملية اخليها، يعني انه بس الناس اللي سألتني. يا جماعة زي ما حكيت لكم، أربع دقائق تقريبا وهو على كلمة سامسونج، وهو يعني زي ما شفتوا تحت أعطى الخيار الأكسسبيليتي، معناته الجهاز فاتح. يعني مدام أعطى هذا الخيار تحت، معناته الجهاز فاتح زي ما أنتوا شايفين. السامسونج لما تعمل له ضبط مصنع بيطول وهو على علامة سامسونج، فما تخاف تفكر الجهاز صار عليه شيء. وهي زي ما أنتوا شايفين كمان الواي فاي، عملت شكب قبل الشكب، معناته يعني هاي الامور اللي بتعرف انه الجهاز فاتح. تالي يعني ما بتضطر تشبكه واي فاي عشان تكمل اعدادات السيت اب بتاعت الجهاز. حبيت اعمل هاي الخطوه لانه كثير ناس تكتب لي اياها بالتعليقات، ما يعني خلص مدام فتح معك التليفون كامل، خلص اعمل ضبط مصنع، اعمل اللي بدك اياه. الموضوع مش زي الاي كلاود، مش زي الايفون، عشان ما تدخل الامور ببعض للفنيين الجداد فكر انه ممكن يسكر او كذا وهيك. اي كلاود اشي تاني، اشي مختلف. زي ما شفتوا هذا كان الفيديو لليوم. ياريت اذا عجبك الفيديو اعطيها لايك، مش لايك، 50,000 لايك او مليون لايك، المهم لايك. اراكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.